شاركت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني والدكتور زكريا الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في حلقة نقاشية بعنوان تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال البنية التحتية الرقمية العامة والسلع العامة الرقمية. الحلقة النقاشية جاءت بتنظيم من وزارة التنمية المستدامة والبيئة بجمهورية سنغافورة بمشاركة جمهورية الهند وجمهورية رواندا إلى جانب مملكة البحرين، وذلك في إطار مشاركة وفد المملكة في اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد في نيويورك. وخلال مداخلتها في الفعالية أشارت سعادة السيدة آمنة الرميحي لأهمية توفير البيئة الرقمية بالمجتمعات العمرانية الحديثة، منوهة إلى أن حكومة مملكة البحرين وعت مبكرا إلى أهمية تضمين مقومات توفير البنية التحتية الرقمية في تخطيط المدن الحديثة. وأشارت الوزيرة إلى أن خطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتنفيذ توجيهات جلالة ملك البلاد المعظم عام 2013 بتوفير 40,000 وحدة سكنية قد ارتكزت على توفير 5 مدن إسكانية عصرية تتوافر بها كافة عناصر الاستدامة ومقومات التخطيط الحضري الحديثة. وقالت الوزيرة إن المملكة تمتلك رؤى تطويرية مستمرة لمستقبل البنية التحتية التكنولوجية، وأن تلك المعايير يتم تضمينها باستمرار في تخطيط المدن والمناطق الجديدة. من جانبه أكد الدكتور زكريا الخاجة أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال استخدام التقنيات المتقدمة، مع التركيز على توظيف تلك التقنيات في دعم الخدمات المباشرة المقدمة للمواطنين. وأضاف أن الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا أظهر مدى أهمية القطاع الرقمي في تحقيق المرونة اللازمة لاستمرارية الأعمال، مشيرا إلى أن تلك الجائحة ساهمت في توسيع نطاق مبادرات التحول الرقمي.